حاجة هنقولها لكم لأول مرة، وعشان كده اللي أنا هقوله لكم ده هيبقى دستور لعملك في المستقبل. كل الناس فاهمة إن المخدرات دي والتجريم بتاعها هو الإتجار في المخدرات وتعاطي المخدرات بس. لا، ده في جلب المخدرات وفي تصدير المخدرات وفي بيع المخدرات وفي تبادل المخدرات، في التبادل وفي المقايضة وفي الوساطة في جرائم المخدرات. كل الجرائم دي ثابتة في المادة 2 من قانون المخدرات. المادة 2 من قانون المخدرات، القانون 182 لسنة 60، المادة 2 جد. المادة 33 ما جابتش لا التبادل ولا الوساطة. وعشان كده بعض المحامين إذا كان واحد دخل في وسيط بين التاجر الجملة وتاجر التجزئة عشان ياخد عمولة، قال لك ده مش مجرم في المادة 33، ما هو العقوبات في جرائم المخدرات المادة 33 و34 و35. المادة 33 عددت، ما جابتش سيرة عن التبادل والتنازل والوساطة. فالسادة المحامين لما يجي مع متهم انه توسط في جرائم مخدرات يقول انا بدفع ببطلان قرار الإحالة لعدم وجود قانون يجرم هذه الجريمة، لا بنقول له لا. المادة 2 من قانون المخدرات جابتها، قالت لك التبادل والتنازل والوساطة من ضمن الجرائم. مادة 33 ما جابتهاش، لكن من ضمن التعامل. انا هقول ليه؟ لاني التصرف في المخدر بفلوس يبقى بيع. طب التصرف في المخدر اديته عربية عشان يديني 10 كيلو مخدرات، 10 كيلو حشيش، يبقى مقايضة. طيب بدلنا اديته افيون معايا لانه ملوش سوق عندي ويديني بيه 3 كيلو حشيش، مجرم؟ ما تقولش انه مش مجرم. ازاي ما يبقاش مجرم وانت بتعمل تبادل في مواد مخدرة؟ اتنزلت عنده، وسيط دخل فيه، كل التعاملات دي مجرمة بنص القانون، وأيدت هذا الكلام محكمة النقض. قال لك وإن لم ينص عليهم في المادة 33 من قانون المخدرات إلا إنها من ضمن المعاملات المجرمة، لأنها التعامل كان بيتم بالنسبة للمخدرات المعاقب عليها في القانون.